هاي جريد 2 معاكم مس ايمان، سيد من قناه مس ايمان. قبل ما ابدا النهارده اللاست تشابتر في كتاب ديسكفر جريد 2، بس كنت عايزه اقول لكم حاجه. انا عندي هنا قناه على اليوتيوب واللينك بتاعها موجود قدامكم اهو، يا ريت تدخلوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان اوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. النهارده هنبدا ناخد لاست شابتر ان يور بوك، ان يور بوك ديسكفر، هو سيم 2 اللي احنا كنا بدأنا في سيم 2، ده اخر شابتر فيه اللي هو شابتر 3 مونومنتال ديزاينز، تصاميم ضخمه. تعالوا بقى نبص الدرس هنا بيتكلم عن ايه، تفتكروا هنا هنتكلم بقى فيه عن ايه؟ يعني انا عايز اسال كده، احنا خمنوا بقى احنا هنتكلم هنا في الدرس ده عن ايه. اول حاجه عندي هنا ليسون 1، هو ميد ذيس، مين اللي عمل ده او مين اللي صنع ده. هنا عندي هنا بيقول لي ايه، هنا بيديني لسون 1 بيديني بيقول لي complete the following sentence by natural object or human made object for numbers that the picture indicates. يعني احنا قدامنا دلوقتي في بيكتشرز كده، البيكتشرز اللي قدامنا دي هنشوف انهي واحده اللي هي human made وانهي واحده اللي هي اللي ايه اللي هي الناتشر، ناتشر طبيعي. طب انا عايزك قبل اي حاجه اعرفكم حاجه دلوقتي هنعرفها مع بعض. بصوا هنا معايا على الملف اللي قدامنا ده، هنا بيقول لي ايه هيومن ميد. هيومن ميد يعني ايه؟ يعني حاجه من صنع الانسان، ميد باي ايه؟ ميد باي هيومن. طب هنا ناتشرال، ناتشرال يعني طبيعي، يبقى كرييتد باي ايه؟ كرييتد باي جاد، ان هو تم خلقه من عن طريق يعني اتخلق ربنا اللي خلقه. تعالوا هنا نبص بقى في الاب في ال عايزين نبص هنا مع بعض كده في البيكتشر قدامنا دي عشان نعرف الكلام ده. هنا بيقول لي ايه؟ complete the following sentences by natural objects or human made objects for numbers that this picture indicates. indicates يعني بتشير اليه. طب انا عندي هنا نمبر 1 دي السن، دي هنا human made ولا created by God؟ طبعا created by God، هي natural object، يبقى دي ايه هتقولها؟ تكتبوا لي ايه؟ نكتب عليها natural object، دي natural object. ال tree هنا عندي number 2، هنا عندي الابقار، الابقار هنا هتبقى ايه؟ human made، لان الانسان هو اللي صنعها. البول human made. طيب ال tree اللي قدامي دي، لا ال tree اللي قدامي دي هي ايه؟ natural object، ربنا اللي خلقها. يبقى انا عندي كام واحده؟ هنا عندي ال natural اللي هي sun والتري، لكن بقى بعد كده عندي اللي هم number 2 اللي هي الكار، البول human made، وطبعا الشوب برضو human ايه؟ human made. اوكي تعالوا بقى نبص هنا مع بعض next one. هنا بيقول لي ايه؟ activity هنا بيقول ايه؟ let's inflate a balloon. يعني ايه؟ يعني يلا ان احنا ايه زي ايه انفلات، يعني ايه تجربه كده بيعملوها عشان يعني ايه تنفخ البالونه كده، ايه غاز ان احنا ايه يعني نخلي البالونه تتنفخ من خلال ايه عمليه كده معينه. نبص بقى هنا مع بعض بيقول لك ايه هنا ايه ماتش اتش ماتر ويز اتس بروبرتيز، يعني انت هتوصل كل حاجه بايه بالخصائص بتاعتها. جيز انسايد ذا بالون، الجيز اللي موجود هنا في الايه في البالون. وعندي هنا سوليد اللي هي البلاستيك اللي هي دي الزجاجه، وهنا عندي ليكويد فينجر، فينجر اللي هو ايه الخل اللي هو يعني ايه سائل اللي هو الخل. بصوا هنا بقى معايا الجاز هنا، الجاز هنا ايه جاز انسايد ذا بالون، بيعمل ايه الجاز انسايد ذا بالون اهي، ات هولدز اتس شيب، بيحافظ على ايه الشكل. طيب هنا سوليد او بلاستيك، اتس هارد تو سي، يعني بيبقى شيء جامد ان انت ايه تشوفه. هنا الليكويد فينجر، الليكويد فينجر يعني ايه؟ it can فوق هنا الكلام ده it can be pure and take the shape of the container، ان هو بيتصب عشان يدي شكل الكونتينر اللي هي البالون اللي احنا ايه شايفينها قدامنا دي. اوكي بصوا هنا بقى معايا هنا بيقول لي ايه؟ put right at the form of matter suits
suits the following objects. نعمل ايه صح على الماده اللي هي الماده المناسبه للحاجه اللي ايه اللي قدامنا دي. بصوا هنا معايا بقى، هنا مديني الووتر. الووتر دي ايه؟ الووتر دي بقى هنا بيقول لي ايه؟ الووتر دي هنا عندي الووتر دي سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ الووتر هنا هتبقى ايه؟ لا هتبقى ليكويد لان هي سائل. طيب هنا عندي البنسل، البنسل هل ينفع ان انا اقول عليه ان هو جاز او ليكويد؟ لا ما ينفعش، يبقى هو ايه؟ وانا مغمض كده هقول سوليد. طيب البالون، البالون دي، البالون دي طبعا فيها ايه؟ فيها ايه؟ يا جاز اللي احنا قلناه، اللي هي اللي مش احنا قلنا اللي هو لما بيتنفخ ان هو بياخد شكل الكونتينر. لو تفتكروا معايا هنا اهي جاز انسايد ايه بالون اهي، يبقى هنا ايه؟ يبقى ده هنا يبقى ايه؟ جاز. يبقى هنحط هنا ايه عن جاز. طيب هنا الاير، الاير وانا مغمض كده اهوت من غير ما تقول له حاجه هو هيبقى ايه؟ ليكويد المسائل. التاربل، التاربل ده ايه؟ اللي هو البيري او البيري، الماربل اللي هو البيري، البيري البيري هيبقى هنا ايه؟ صلب مش هيبقى ليكويد. طب الشوجر، الشوجر هنا إيه عندي ايه؟ هنا صلب برضه ان هو ايه؟ جامد اهو. شوفوا اهو هنا اللي عندي الصلب، قوالب السكر هنا صلب. يبقى بص انا بقى معايا هنعيد تاني الكلام ده. يبقى انا عندي هنا الووتر هتبقى ليكويد ولا صلب ولا جاز؟ طبعا هحط هنا الووتر هتبقى ليكويد. اتعلموا طبعا معايا ليكويد، انا بعلمه لكم كده وانتوا اتعلموا بقى في الكتاب بتاعك. هنا بنسل هتبقى هنا عن الصوليد، الاير هتبقى عن الانسايد بالون يبقى ده جاز، اويل هتبقى عن الليكويد هنا في النص ليكويد. اوكي طب الماربل صوليد، الشوجر صوليد. بصوا بقى هنا معايا ليسون 2، وات ماتيريالز دو وي سي، ايه هي المواد اللي احنا بنستخدمها عشان نصنع هذه الاشياء او اللي هي بتصنع منها هذه الاشياء. Choose from the words between brackets the material that each object is made for is made of and write it below each picture. يعني ايه الكلام ده يا جريب تو؟ هنا بيقول لك يعني انت هتختار من الكلمات دي المواد او الماده اللي انت بتستخدمها عشان تصنع الماده اللي قدامك دي. فهنا عندي انا هنا بيبر ورق، وود اللي هو خشب، كلوز ملابس، بلس زجاج، ميتال معدن، بلاستيك اللي هو البلاستيك المعروف احنا عارفين، كلاي ده اللي هو ايه اللي بنقول عليه ايه حاجه زي الشبيهه بالتين كده بنقول عليه ايه، انا عايز استجدها لكم ايه يعني ايه هي انا عايز اجيبها. بص ايه يعني حاجة عاملة زي بيصنعوا منها حاجة زي ايه الطين او يعني حاجة ايه حاجة زي الطين كده يعني بيعملوا بيها الفخار وبيعملوا بيها الحاجات دي، هي اشبه بالطين يعني حاجة بتبقى ناعمة كده، مادة بتبقى ناعمة. هنبص للكلام ده وهنعرف دلوقتي. هنا عندي اولا ده ايه؟ ده تي شيرت. التي شيرت بيبقى ده ايه؟ يعني ايه الماتيريال اللي انا استخدمه عشان اعمل تي شيرت؟ استخدم كلوز القماش. اوكي طيب دي نمبر 1. نمبر 2 طبعا انا عندي ده تشير، التشير انت بتشوف التشير عندك in your home معمول من ايه؟ التشير ده معمول من الود، يبقى الماتيريال اللي انا هستخدمها هنا ايه؟ وود. طيب البوك، بوك البوك ده احنا لما بنيجي نفتحه كده يبقى معمول ايه؟ بيبر، يبقى هنكتب بيبر. طيب هنا السبون، سبون يعني معلقه هتبقى ايه؟ ماتر معدن. الكب جلاس، جلاس فين؟ وير از جلاس؟ جلاس هنا عندي دي التوي دي معموله من ايه؟ البلاستيك، البلاستيك. هنا الكلاي ده اللي هي الماده اللي انا قلت لكم عليها شبيهه بالتين كده، هي ايه؟ الكلاي ديت اللي هي ماده كده شبيهه بالتين، يبقى هي دي ايه؟ هنعملها اللي هي مصنوع بيصنع منها الفخار وبيصنع منها الحاجات دي، يبقى هنا كلاي، يبقى هنا كلاي، الكلاي اللي هي دي اخر واحده لاست وان. يقول لك هنا ايه؟ How do we know؟ ازاي نعرف؟ Use the properties between brackets to complete the sentences below. طيب هنا عندنا بيقول لك هنا عندنا هنا سايت، هنا سايت، سايت يعني ايه؟ يعني
الحاجات اللي احنا بنستخدمها او الحواس اللي احنا بنستخدمهم عشان نشوف الكلام ده. اوكي، هنبص للكلام ده ونعرف هنا بيقول ايه. هنا عندنا السايت. السايت كان ابزورب ايه، ابزورب ايه، ابزورب ايه، ابزورب عشان نعرف ايه الكالر اوف اوبجكتس، بنعرف الشيب، بنعرف ال بنعرف الشيب الكالر، الكالر كالر شيب تكستشر برضو شيني اللمعان. ايه تاني؟ ممكن هو الديول. لا لا لا، الديول يبقى هو كان ايه، الشيب كالر تكستشر شيني شيني، هم دول بس اللي نعرفهم. طب السميل، سميل بقى ايه؟ فليفر، اهم حاجه اللي ايه، فليفر النكهه، فليفر يبقى ده هستخدم فيها التان. طبعا هنا هيرنج، وي كان اوبزرف هيرنج هنا باي ايه، هنا هيرنج باي ايه، اوديور اهي، دي هيرنج اوديور، هنا هيرنج هيرنج هيرينج كان هير، هنا ايه، هنا ايه، الساوند، ساوند كمان يعني، هنا هيرينج هنا بتبقى الساوند. الهيرينج هنا هيبقى ايه، ساوند. اوكي، بعد كده عندنا التيست، كان ابزورب باي تيست، تيست طبعا الطعم هيبقى فليفر برضو، هنا فليفر هنا، لا هي التيست، التيست فليفر. احنا قلنا السميل، السميل هتبقى ايه، اثنين يبقى هنا يبقى اديور، اثنين اللي هو هيبقى اديور. اوكي، الهيرنج هيبقى ساوند، ساوند هيرنج هيبقى ساوند. طيب التيست هيبقى بالايه، التيست، التيست فليفر، فليفر خلاص كده ايه، احنا جبناهم ايه كلهم. هنا بيقول لك ايه، في هنا في ستيكرز هنا موجوده في الكتاب، في اخر الكتاب هتجيبها، وطبعا تحط ايه، تحطها هنا عشان تعرف ايه كل الكلام ده، عشان تعرف الحاجات دي، السايت والسمين والهيرنج والتيست والتاتش موجوده فيه، بيقول في الكتاب بتاع المعاصر عامل الستيكرز دي، طبعا انت هتلزقوها هنا. بيقول لك بقى ايه، ديسكرايب اور رول، هنا طبعا بيديني اشكال، بيقول لي بقى ايه، يوز ذا ووردز بتوين براكتس، use the words between brackets, complete sentences below to complete the sentences, the sentences below, below, below each picture. هنا عندنا سموز، حاجة يعني ايه سموز، يعني ايه زي ايه، حاجة كده ايه، حاجة حاجة يعني حاجة ايه، حاجة يعني حاجة ضخمة، حاجة ضخمة، حاجة يعني حاجة ايه، حاجة مش لينة يعني، حاجة ضخمة. بيبر ورق، وود ريكتانجريال، ريكتانجريال يعني مستطيلة، في هنا عندي كلوز سوفت بلاس ريد. هنحاول نعمل كده مع بعض ونفتكر. It has space sound. It has a it has a sound. It has a هنا المفروض يعني ايه، صوت، ممكن نقول صوت، لا هي صوت ناعم، او صوت صوت ناعم، يبقى هنا ايه، soft soft ممكن يكون soft sound يعني صوت ايه ناعم. it made of ايه، made of، made of ايه، made of ايه، هي مصنوعة من ايه بقى، مصنوعة من هنا، مصنوع من ايه، made of ايه، rectangular، rectangular ده. طب انا هسيب دي بس الاول عشان نعرفها، نعرفها في الاخر. It has a space picture. هنا معمولة هنا ايه، picture هنا يبقى هنا ايه، هنا made of a glass، نوع من الجلاس. It has a space picture، هي طبعا هنا معمولة هنا ايه، هنا ايه، made of glass، هنا ايه، معمولة، معمولة ايه، لا هي مش soft، دي هتبقى smooth، ناشفة، smooth، مش نعم. هنا ده ايه، ده ايه، it has space color، it has space color، it has red، هنا red color، red color made of
ميد اوف ايه؟ ميد اوف كلوز. اوكي طيب هنا ده دي تهز ايه؟ ريكتانجلر شيب. ريكتانجلر شيب يعني طيب شكل ايه؟ شكل ريكتانجلر يعني ريكتانجلر ميد اوف، ميد اوف ايه؟ بيبر. المهم غير ما كده هقول ايه؟ بيبر. اوكي بصوا بقى هنا معايا. طب هنا ليسون 3 قدامنا، هنا بيقول لك ايه؟ 3 فورمز اوف ووتر، ثلاث اشكال للووتر. عندي هنا دي ايه؟ دي السولد. يبقى هنا عندي ده ايه؟ ده ايس. يبقى الايس هيبقى ايه؟ وانا مغمض كده هقول الايس هيبقى ايه؟ سولد. هنعلم هنا على الايس هيبقى سولد. طيب هنا دي هنا ووتر، يبقى هنا هتبقى ايه؟ ليكويد. هنا الكلاودز دي هتبقى هنا ايه؟ جاز. اوكي هنقف بس لحد I will stop here. I will continue next class. Next class. Thanks a lot.